الجامعات والمستشفيات. تطور في غرب السودان من شأنه تغيير موازين القتال. توقيع زعماء أكبر سبع قبائل عربية في دارفور يحثون أتباعهم على الانضمام لقوات الدعم السريع والتخلي عن الجيش، ما قد يؤجج الصراع العرقي في الإقليم. تعلن قبائل جنوب دارفور الآتي: 1. الدعم السريع في معركته الحالية تحقيقا لإرادة الشعب السوداني وتطلعه للحكم المدني الديمقراطي. 2. ندعو أبناءنا في الجيش للانحياز لإرادة الشعب السوداني الذين هم جزء منه وانضمامهم لإخوانهم في الدعم السريع والوقوف معهم جنبا إلى جنب. بدورها رحبت قوات الدعم السريع بما وصفته بانحياز زعماء القبائل الموقعة على البيان لخيار الشعب السوداني، ودعت الإدارات الأهلية الأخرى لأن تحذو حذو زعماء التعايش وبني هلبة والفلاتة والهبانية والترجم والمسيرية وارزيجات جنوب دارفور. محللون توقعوا أن تؤدي هذه الخطوة لمزيد من الانقسام، وربما تضطر الجيش لتسليح قبائل أخرى في الإقليم لتخوض حربا بالوكالة، خاصة مع تواتر الأنباء بشأن هجمات يشنها مقاتلون مدعومون من قوات الدعم السريع على بلدات في الإقليم، ويتحدث سكان غرب دارفور عن إعدام مدنيين لمجرد انتمائهم لقبيلة المساليت غير العربية. لكن مصدرا في الجيش قلل من أهمية هذا التطور وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن قوات الدعم السريع تبحث عن فرقعة إعلامية، بينما وصف موقف زعماء القبائل بأنه انحياز لمصالحهم الخاصة. الجيش والدعم السريع كلاهما دأب على استمالة أهالي دارفور خلال أسابيع القتال بل ومن قبله، ونشط جهاز المخابرات العسكرية لجذب عناصر من الإقليم. وقبل أيام طلب قائد القوات المسلحة من كافة الشباب القادر على حمل السلاح الانضمام لصفوف الجيش. ولن تخذلهم أبدا بإذن الله. لكن بيان زعماء القبائل قطع الطريق على الجيش السوداني وأعلن الولاء بشكل واضح للدعم السريع، وانضم مقاتلون قبليون بالفعل في جنوب وشرق دارفور له، ما يوفر دعما قد يكون في أمس الحاجة إليه إثر ما تكبده من خسائر بفعل غارات الطيران الحربي على مواقعه. وأناقش هذا الملف مع ضيفي من واشنطن، صديق الغالي رئيس هيئة الحكم الذاتي لجنوب دارفور، ومعي من القاهرة أبي عز الدين المحلل السياسي السوداني. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. سيد صديق الغالي، أريد أن أبدأ معك، يعني بعد اندلاع هذه المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو 3 أشهر، ماذا تبين للقبائل التي تدعو أبنائها اليوم للانضمام لقوات الدعم السريع؟ شكرا لك وشكرا للغناء وشكرا لضيفك الكريم. أهلا بك. أولا أعطي خلفية تاريخية أنه هذه الولاية ولاية جنوب دارفور، أنا أشغل رئيس الحكم الذاتي لهيئة الحكم الذاتي لولاية جنوب دارفور، وهي تمثل أكثر من 60% من سكان ولاية دارفور الخمسة. هذه الولاية حديثها هو نقطة فاصلة في هذا الصراع. أولا اللي هو البيان اللي قامت به النظار القبائل في جنوب دارفور يدعم بصورة واضحة أنه ليس هناك مكان لحكم الإخوان المسلمين مرة أخرى أو عدوتها للحكم في السودان. تاريخيا الإدارات في جنوب دارفور هي كان موقفها حاسم 1916 عندما جاء المستعمر الإنجليزي وطلب من قبائل جنوب دارفور اللي هو المساهمة في الحرب ضد السلطان دارفور علي دينار، أصدرت هذه القبائل بيانا وقالت إنها لن تشارك في القتال اللي موجود. طيب سيد صديق لو سمحت لي فقط حتى نستغل الوقت، كان سؤالي نعم. عما تبين لهذه القبائل حتى تصدر هذا البيان وتدعو أبنائها للانضمام إلى قوات الدعم السريع، لماذا انتظرت كل هذه المدة؟ ماذا تبين لها الآن؟ أتبين السبب الأساسي في هذا أن هناك أجهزة المخابرات تسعى لخلق فتنة داخلية. كيف ذلك؟ نعم، هي تسعى لوضع مثلا، حاولت كانت تجند انه مجموعات
مجموعات من جنوب دارفور لتقاتل لجانب الجيش. الهيئة الحكم الذاتي أصدرت بيان ورفضت تماما أي تجنيد لأطراف، لأنه التجنيد بيتم بطريقة عشوائية ويأخذ الشباب لمحرمة. أنت بتأتي تدرب شخص تعطيه يوم ويومين تدريب وتأخذ الأرض المعركة، فهذه محرقة. الحالة الأخرى القتال الذي يدور داخل الولاية اللي هو بين الدعم السريع والحامي اللي هو اللواء 16 بمدينة نيالا، هؤلاء يدورون بين أبناء العمومة، تجد البيت الواحد أخ في الدعم السريع والأخ الآخر في الجيش. والآن في هذا البيان الذي صدر ويدعو أبناء هذه القبائل إلى الانضمام لقوات الدعم السريع، ألا يذهبون بأولادهم إلى المحرقة؟ لا، هو طبعا القوات اللي موجودة لن تذهب إلى الخرطوم. هذا البيان بمعنى آخر لن يكون هناك قتال بعد اليوم بولاية جنوب دارفور بين الدعم السريع وقوات الجيش، فهذا البيان أوقف طيب. الطرفين تماما. طيب نعم. أذهب لضيفي من القاهرة سيد أبي عز الدين. سيد أبي، ماذا يمثل لك هذا البيان؟ يعني أن يتم الدعوة لمدنيين لأبناء قبائل إلى انضمام لجهة دون جهة أخرى، بمعنى معاداة الجهة الأخرى بشكل عملي. يعني الآن حينما يتم الدعوة لأبناء هذه القبائل في دارفور لترك الجيش والوقوف مع قوات الدعم السريع. هذا البيان يشكل سقوطا جديدا لميليشيا الدعم السريع، ليس فقط من ناحية الاستقطاب بالمال وبالوعود السلطوية، ولكن ترحيب قوات أو ميليشيات الدعم السريع بهذا البيان القبلي هو تكريس وترسيخ للنهج القبلي الذي تبنى عليه أساسا هذه الميليشيا، ابتداء من تكوينها في مستواها الأعلى، ابتداء من رئيسها أو زعيمها حميدتي وشقيقه. شقيقه هو نائب لهذه الميليشيا، مما يوضح أن هذا التكوين هو تكوين قبلي ويحاول صنع بعض الاختراقات عبر القبائل. البيان هو لبضعة أشخاص يدعون أبناء القبائل التي ينتمون إليها كي تتخذ موقفا مغايرا للموقف الوطني. طالما أن هذا البيان هو موجه لأبناء القبائل، القبائل ردت عليهم مثل شباب الفلاتة، أعلنوا رفضهم لهذا الأمر وأعلنوا أن هذا الأمر يؤدي إلى انقسامات داخل القبيلة نفسها وليس داخل الجيش. وبالطبع بالتأكيد يعني، لأن التربية داخل الجيش هي تربية وطنية، وإنما داخل هذه الميليشيات رأينا يعني أن كل من يتحدثون باسمها في الميدان كلهم يتحدثون نفس اللهجة، ينتمون إلى تقريبا إلى نفس القبائل والجهويات. حتى الأخ المتحدث يعني أراه مسؤول عن شيء معني بالأوتونومي أو الحكم الذاتي في جانب من دارفور. فبالتالي هذه نزعات عنصرية، نزعات جهوية. رأيت الأخ المتحدث قبل قليل يتحدث عن لا عودة لحكم الإخوان. لا علاقة، الإخوان لم يكونوا يحكموا السودان أساسا، بل كانوا في المعارضة وكانوا يتبعون أو يناصرون حمدوك ويناصرون الثورة، لا علاقة لهم بالإسلاميين في السودان. بالنسبة لبعض الأسماء التي ظهرت في هذه البيانات، من الغريب أنها كانت جزءا من النظام السابق. طيب، يعني دعا زعماء قبائل العربية مشاهدين في جنوب دارفور أتباعهم إلى الانضمام لقوات الدعم السريع وترك الجيش في القتال الدائر بينهما في البلاد. وطالب بيان زعماء القبائل طرفي الصراع مواصلة التفاوض وإدانة قصف المدنيين والمشاة الحيوية. هذا ولم يتسنى التأكد من صحة التسجيل من مصدر مستقل. صلات الجيش التي زجت بجيشنا في حرب ليس لها أساس، بهذا تعلن قبائل جنوب دارفور الآتي: 1. دعم الدعم السريع في معركته الحالية تحقيقا لإرادة الشعب السوداني وتطلعه للحكم المدني الديمقراطي. 2. ندعو أبناءنا في الجيش للانحياز لإرادة الشعب السوداني الذين هم جزء منه وانضمامهم لإخوانهم في الدعم السريع والوقوف معهم جنبا إلى جنب. 3. ندعو الطرفين لمواصلة التفاوض. 4. إدانة قصف المدنيين العزل بالطيران والمدفعية الثقيلة
والمؤسسات والمستشفيات. حفظ الله البلاد والعباد. توقيع الناظر التوم الهادي عيسى دبكة البني هلبة، الناظر محمود يعقوب إبراهيم محمد يعقوب إبراهيم الترجم، الناظر يوسف علي القالي الهبانية، الناظر محمد الفاتح أحمد السماني الفلاتة، الناظر التجاني عبد القادر محمد عثمان المسيرية، الناظر محمود عبد الرحمن بشارة التعايشة، الأمير علي حسين ضي النور رزيقات جنوب دارفور. وبالله التوفيق. مشاهدينا، نعود لضيفينا من واشنطن صديق الغالي رئيس هيئة الحكم الذاتي لجنوب دارفور، وأيضا من القاهرة أبي عز الدين المحلل السياسي السوداني. شكرا جزيلا لبقائكما معنا. سيد صديق الغالي، يعني هناك من يقرأ بأن هذه الخطوة وهذا البيان وهذه الدعوة لأبناء هذه القبائل للانضمام لقوات الدعم السريع ما هي إلا حركة من قوات الدعم السريع لخلط الأوراق ولتغطية فشلها بالسيطرة على ما تريد السيطرة عليه في الخرطوم وفي المناطق التي تحارب فيها الجيش، وبالتالي ربما تفتح جبهة جديدة من أجل خلق يعني حرب أهلية بين أطراف أو سكان هذه المناطق. أولا شكرا جزيلا. البيان ليس بالقبائل العربية وإنما رئاسة الإدارة الأهلية بجنوب دارفور، وهو يضم قبائل عربية وقبائل غير عربية. أنا أؤكد لك لصحة هذا الفيديو، وأستطيع أن أزود كل النظار الذين وردت أسمائهم في هذا الفيديو، وأنا على تواصل معهم. أولا، في تاريخ دارفور، هذه الولاية جنوب دارفور هي موقفها دائما استمر من 1916 واستمر ل 1989 أيضا. طلب البشير من هذه القبائل الذهاب لقتال الجنوبيين، أيضا رفضت، طلعت بيان ورفضت في ذلك الزمان، ولم يحصل أي أن تشذت أي قبيلة. 2003 أيضا طلبت الحكومة في ذلك الزمان أن مشاركة قبائل جنوب دارفور في قتال القبائل اللي كانت الحركات المتمردة. رفضت القبائل في جنوب دارفور ذلك الأمر، وبالتالي طيلة 15 عام كل الأحداث في دارفور لم يكن لقبائل جنوب دارفور أي يعني مشاركة في تلك الحرب. ولكن ضيفي قبل قليل أشار إلى أن هناك رد كان من قبائل أخرى لرفضها هذه الدعوات. ما انت دارفور مقسمه لحواكير معينه، كل قبيله لها السلطه في مناطقها، فاداره جنوب دارفور، قبائل جنوب دارفور لها الحكر الحواكير بتاع جنوب دارفور، وبالتالي ليس من حق اي قبيله من اي حاكور اخرى تجد يعني ترفض هذا الامر، وده متعارف عليه في عرف منذ الاف السنين. واذا كان الحال كذلك، لو سمحت لي اذهب لسيد سيد ابي عز الدين 30 ثانيه أنا أرد على الأخ الكريم إذا كان سمحت لي. تفضل. أولاً تفضل. نعم، أنا استغرب تماماً إنه قوات الدعم السريع الآن أصبحت ميليشيا، فالبرهان والحكومة دي عينت أشقاء من رتبة رغيب إلى رتبة فريق أول وبقرار من البرهان. فكيف يوم 14/4 هو كان نائب رئيس مجلس السيادة ويصبح يوم 15/4 يصبح ميليشيا ومرفوض وهم أشقاء؟ إذا بتكتشفوا بعد عشرات السنين إنه عبد الرحيم وحميتي أشقاء بعد ما رقوهم من رتبة رغيب إلى رتبة فريق أول. طيب. ولحد نائب السيادي. نعم شكرا. طيب سيد أبي عز الدين، يعني وفقا لما قاله ايضا ضيفي، هذا الاختلاف وهذا التقسيم الموجود في دارفور وهذه الدعوات، حتى وان كانت هناك يعني مواقف رافضه لهذه الدعوات لانتماء ابناء بعض القبائل لقوات الدعم السريع، الا يفتح ذلك الباب امام حرب اهليه بين كل هذه القبائل؟ وعليه الا يجب على الجيش بان يتخذ موقفا حاسما للحد او للوقوف امام اي محاولات بهذا الاتجاه، اذا كان الجيش يرى فعلا بان الطرف الاخر هو الذي يثكل الحرب الطائفيه؟ بالضبط، هذا هو ما يريده اصلا وتريده هذه الميليشيات. يعني هي تستغل الأشخاص الذين لديهم عقد نفسية، يظنون أن هنالك عنصرية ويحاولون المتاجرة بهذه الدعوات العنصرية. لاحظ الآن أن هذه القبائل أو هؤلاء الأشخاص الذين تجمعوا يتحدثون باسم الشعب كله، في حين أن الملاحظة أن هذه القبائل هي فقط من المنطقة التي ينتمي إليها حميتيه، يعني أو دارفور عموما يمكن أن نقول.
لماذا لا توجد قبائل من مناطق أخرى في السودان يعني استجابت للابتزاز أو عفوا للإكرام إكراميات الذهب يعني ومنجم الذهب الذي يسيطر عليه حميتي والدقلو؟ بالنسبة للأخ الذي يستغرب من تحول القوات إلى ميليشيات، هذا الاستغراب يعني السؤال يوجه إلى حميتي نفسه، يعني هو كان جزءا من القوات النظامية، كان جزءا من حرس الحدود، كان يحمي مع بقية المكونات العسكرية، ولكنه تمرد لأنه لديه مطامع إضافية يعني غير المطامع الاقتصادية وسيطرته على موارد غرب البلاد ومناجم الذهب، صارت لديه مطامع في أن يقوم ب يعني السيطرة أو بناء دولة منفصلة هناك في غرب البلاد. وحتى الأخ الكريم يعني لا يتورع من تقديم نفسه بالحكم الذاتي، فبالتالي هذه كلها دعوات يعني خارج نطاق الوطن الواحد وكل ما يمكن أن يرتكز عليه السودان موحد. فبالتالي على الجيش أن يكون حاسما في مثل هذه الدعوات، والحمد لله أن الجيش عندما يستنفر هو يستنفر عموما المواطنين، أما ميليشيا الدعم السريع هي تستنفر قبائل وتفرح لبيانات لقبائل، وهذا لا ينبغي. لو كان الجيش في يعني في الدول المحترمة مثل هذه الدعوات يعني هي أقرب إلى الخيانة العظمى. نعم. شكرا جزيلا لضيفي من القاهرة أبي عز الدين المحلل السياسي السوداني، وكذلك أشكر ضيفي من واشنطن عبر سكايب صديق الغالي رئيس هيئة الحكم الذاتي في دارفور. شكرا جزيلا لكما.